المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية سامح شكري ونظير الأنغولي تاتي أنطونيو. فيما بين مصر وأنغولا علاقات ممتدة عبر عقود من التضامن والتعاون ووجود الإرادة السياسية المشتركة القوية لتعزيز العلاقات في كافة مناحيها السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه قارتنا الأفريقية، والرغبة في التكامل والتضامن فيما بيننا. الوزير تشرف بالأمس بأن استقبله السيد الرئيس، حيث سلم خطاب من فخامة رئيس أنغولا إلى الرئيس السيسي، أكدت مرة أخرى على أواصر العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، وطرحت مبادرات مقدرة من قبل رئيس أنغولا في مجال تعزيز العلاقات، وأيضا العمل على الساحة الأفريقية للنهوض بوجودنا المشتركة نحو التنمية، نحو تحقيق طموحات شعوبنا والاعتماد على بعضنا البعض. فنحن أشقاء تربطنا أواصر الأخوة والعمل والتضامن، ولدينا من القدرات ما يؤهل في إطار عملنا المشترك أن نلتقي إلى طموحات شعوبنا ونلبي احتياجاتها. خلال الزيارة عقدنا مشاورات موسعة تم خلالها بحث العلاقات الثنائية في كافة مناحيها السياسية والاقتصادية. اتفقنا على استمرار العمل المشترك في من أجل الارتقاء بالعلاقات والتواصل فيما بيننا. أتاحت الزيارة أيضا واطلعنا على فعاليات منتدى رجال الأعمال، والذي جمع رجال الأعمال المصريين والأنغوليين، وأتاح فرصة لاستكشاف أو التعاون فيما بين البلدين. أيضا تناولنا قضايا إقليمية على مستوى القارة، وفيما يتعلق بالأمن والاستقرار ومقاومة ومكافحة الإرهاب، وأيضا العمل على تعزيز آليات والمبادرات التي طرحها فخامة رئيس أنغولا التي تصب أيضا في هذا الإطار. تم خلال بمناسبة وجود معالي الوزير توقيع على 4 اتفاقيات مذكرات تفاهم. الأولى في إطار التعاون مع المعهد الدراسات الدبلوماسية في كل من البلدين لتعزيز الصلة بين الكوادر الدبلوماسية وتوفير إثقال مهاراتهم وأيضا التواصل فيما بينهم. الاتفاق لإنشاء لجنة مشتركة تكون معنية بمتابعة تنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه، وتأكيد دورية التواصل فيما بين البلدين. اتفاق حول المشاورات السياسية لتتيح الفرصة للتنسيق المستمر والتوصل إلى رؤى مشتركة إزاء القضايا السياسية الهامة على مستوى القارة والمستوى الدولي. اتفاق حول إعفاء جوازات السفر الرسمية من التأشيرات المتبادلة في كل من البلدين. الاتفاقيات هذه بالإضافة إلى اتفاقية سوف توقعها معالي وزيرة الشباب والرياضة مع الوزير المصري، هي بتكرس مرة أخرى الرغبة المشتركة للبلدين لتدعيم العلاقات فيما بينهما. واتفقت مع الوزير بأننا سوف نبدأ العمل من الآن لتنفيذ هذه الاتفاقيات التنفيذ الكامل الذي يأتي إن شاء الله الخير والرخاء لشعوب المنطقة، ويعزز من الاتصالات والصلات والرؤى المشتركة. فخامة الرئيس أنغولا وجه الدعوة للرئيس السيسي لزيارة أنغولا، ويتطلع الرئيس لتلبيتها في أول وقت لاستمرار العلاقة الخاصة التي تربط فيما بينهما، والمشاورات التي دائما اتسمت بالشفافية والأخاء.
شكرا جزيلا، وأعطي الكلمة لمعالي الوزير. Posso falar em português? I don't know if there is translation. الترجمة. Only. Okay. There is no translation into Portuguese. Okay. Okay. Now, so then, let me. لي في البداية. Shift to. أن. Shakespeare's language. أنا أتحدث بلغة شكسبير. Well, my brother. I should start by أخي العزيز، اسمح لي في البداية أن أبدأ بتوجيه رسالة الشكر إليكم لدعوتي لزيارة هذا البلد العزيز مصر، وكذلك وكما تعلمون أن كل الأبناء ينبغي أن يعودوا إلى بلادهم، كذلك هذه هي بلاد الطيبة ونحن سعداء للغاية، ونحن سعداء للغاية بأننا قمنا بالتدريب وخضعنا لمرحلة التدريب في الأكاديمية الدبلوماسية، وأعتقد أن والدي سوف يكون فخورا بأنني موجود هنا اليوم. اسمح لي أن أعبر عن عميق شكري لديكم جميعا، وكذلك شكر الوفد المرافق لي كذلك، وأعتقد أن هذه كما تعلمون أنها تعبر عن دلالات مختلفة لمستقبل البلدين ومستقبل العلاقات بين البلدين. كما تعلمون أن هذه هي علاقة خاصة تربط البلدين ببعضهم البعض، ونحن لدينا قواسم مشتركة، ونريد أن نؤكد على استمرار هذه العلاقة الطيبة. ولقد كان لدي من دواعي الشرف أن يتم استقبالي من جانب سيادة الرئيس، وكان الاجتماع اجتماعا رائعا، واتفقنا على آليات للعمل المشترك، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المشتركة. نحن نعرف مع من نتحدث، ونعلم ونشكره شكرا جزيلا على قبول الدعوة لزيارة أنغولا، ونحن ننتظركم في أنغولا كذلك من أجل التأكيد على أن علاقتنا تترجم إلى علاقة راسخة وعلاقة تاريخية. هي ليست علاقة دبلوماسية، ولكنها علاقة بين الشعبين، وكما كانت في الماضي كانت مصر هي البلد الحاضن لأنغولا دوما، كانت مصر وستظل دوما هي الملجأ الذي نلجأ إليه دوما، ونحن نريد أن ننطلق من هذه القاعدة، ونحن هنا نفتتح مسارا جديدا. وما رأيناه اليوم في مناقشاتنا سويا كان أمرا رائعا للغاية، وخاصة فيما يتعلق بمجلس التعاون رجال الأعمال، وقد دعوت كل السادة رجال الأعمال للاستثمار في أنغولا، وأخبرتهم بأن الاستثمار في أنغولا هو أشبه بالاستثمار في مصر بنفس الطريقة، وخاصة في ظل التعاون المشترك بين أنغولا ومصر، وهذا أمر هام للغاية، وخاصة في هذه العلاقة الخاصة التي تربط البلدين ببعضهم البعض. كأن نحن لدينا إصرار ولدينا عزيمة في المضي قدما، وهي تختلف عن أي علاقة أخرى، لأنها علاقة خاصة تضرب بجذور التاريخ. مصر كان لها الكثير من المواقف الرائعة،
وحينما كما نعلم أن مصر حينما تعطي فهي لا تتكلم كثيرا، فمصر بلد العطاء دوما، ونحن نقدر ونحن نشكر هذا العطاء كثيرا. وهذه إن عبر فهو يعبر بالفعل، وهو إنعكاس لهذه العلاقة التاريخية. نحن نريد أن نضع إطارا متميزا كما عهدنا دوما، وأشكركم مرة أخرى على هذه الدعوة.